سلام يا سلام يا سلام. الوهجاج ولي وحين كتر برنامج كي نعاوى وبطلق الله حسكا أين كحس اللي مجاهد نحلة لما كان واحد قال لي كالبتي أصحاب السياسية وما حسبية القرنكا أنا يا رحوكي أنا أبدأ حسبك طريق القيعة ثلاثة وعند إنجنير بشعب في الهوبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ملاحظة شرفت له هكذا تشوفته هدي وزيرين الباليين وحكرانيين مجاهدين هو مات من أسبته دي أنه هكذا تشوفه لهم كنت في واحد يقول السلام يا سلام يا سلام رتي عاوة عاوة أبيل بي واف أبيل ما أرى أنه فرحبون مرقنا ويتهاي فرحتنا ويتهاي لنا واحد بحصنا مجاهدين مجاهدين لنا عنا وين تبدأ إلهو إن كل نبضة وقرحون وصول عصرني ودكيني وصحرة وعاوة إلى وقت تنبيه إلى وقت لأنه طول أنه وعوين إنه أيها يتانا ونكفر عصرنا رتي أنا واحد من هذا كي قربها تشوفي وقت كي هل كنكا وحنا هن قيبتي قال إنك كنت قال لما يسي يلا عكول لحية مروض ولا هي رجع توجا بدها حرير ولا أحسن أيان والله هاي وعلى جايب شخصيا أنا من على العرق لكن تتكون كم مني هاي عن تاريخي سهيو رجع مقبلا المجاهدين تعرفوا يصحيون يوكم من يعني هل من ميسي هل كيسا هل كان لك شيئين كي حمر انت سولة ولا سولة من نواقود رأيو حويا لهل كبهو ديرا أمبض ماي قيبا بضمو لهاي يقول السوم مانتا عدمو يسوكر ويرابيو قول المانتا هل كان اي كسي كيريين هل كيسي لكن واحد جرى هل كيسي سياسي جاها هو عقب الهي من عبد السلام ياسين وهل كان توقيه ودائي مدوه بحيبان ومالية وركي أساسي أسنا معها ورتي كم مضان عليها إنه مهدد ما تسعى ويستهدو واحد جرى قيبه بدها سيئي مكالك الشيكيري رك بضان هي طمر بضان وبدها بدك كم تقالمه هدي هل كسدتها هدي برعاتها هدي عريابتها هي حمر ولما تلك حمر تشوفه لكن أيومك كرنا لا لا جي سياسة وتدكي صوت بالتالي سو مع سلامي سو صاري أهرين التودي يبقى على ورد التوبة مركا هل نقول لي هاي وأن قلنا كيف قدم بولها أنه كيف ها صوت الوحي نبهانا هاي تاريخ تبقى لورو ريوم إلينا كنكولي إلينا عقلية هاي نسيب بلالا أو تفاترا أو علمييسا أنه قرنه مركا عاوة كم تايتا مركا لا هي أيضا كيوة المتحين مشاهد لحلة تفاتح هذا الأمر يسقي مشاهدين تكالي دمتي وروا بناس على الشيغي إلا بمينه إلا بمينه لحلة يردي كالي لشهيدي وحالنا لنا سمالنا أنه واتو سمالنا أنه واتو سمعنا عن هالنواف والسلام عليكم ورحمة الله. وهجاك واحد شري يمران اللي يرو اللي يلهدو وكو كم ذي المبارك أحمد عبده يو حسن محمد حرسي قبلا ويومنا يمسدي لباتن بوك آديات بين اللي يرى سوماتيهين لما كو حنو يالي يا قدوميها حزبك وطني محمد عبد الله وعبد الرحمن محمد عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رتي ضد بضن ويقم بضن إلى هذه السنة تاقان أي عاوة الكفرنية صاحب بدي اللحلي يهلقي كلا صور نوايا وحان مركا هو رسول مهندقا يا المجاهد جامع قاشان عبده
iyo cid kasta oo gacan ku siisay inuu caawa buugga sababta waa inaynu halkan isugu nimaadno oo xafladan isugu nimaadno oo horay kana horay taariikhdii jahay maxamed xaashim kiiriye mujaahidka ilaahay u naxariisto intii kana lootay ee furaha badnay ee jihaadka inoo ku dhiirigelinay ilaahay u naxariisto raggii halka fadhiya ay ka mid yihiin saraakiishii ugu tirtiraysay esanan ee caawa nool ee maxamed jaahid iyo axmed mire iyo ciise cugaagtay iyo ragga kalena maciir la sheeginba waxay u baahan yihiin iyo weyse cabdan halkan soo fadhiya oonu isu golaha ku jiray mujaahidka waxay u baahan yihiin mujaahidiintaas ibraahim dhigi weyne iyo ragga kale in aan xusinba in taariikhdooda la qoro. Waxaan is leeyahay eray kasta oo ku habboonaa waa la yihi mujaahidlihile waa laga sheekeeyey shakhsiyaddiisa, geesinimadiisa iyo siduu asaan ugu ahaa halgankii guulaystay ee sanad mujaahidlihile wuxuu ahaa halgankii oo qofa wuxuu asaan u yahay halgan guulaystay. Waxaan shaqalaya in ku duca soo qaato uu abwaan cali xasan aadan cali bafasiri haddaanan gadoodka lixlow guga maanta la soo hadhin guushu waa lala soo hadh oo waa taa inu caawo fadhiyo qurxiyey raggii dhaliyeyna waa kuwaa ka fadhiyay intay dhimatay markaa inaynu mahadnaqno dhammaan halgamayaasha ka soo qayb qatay halganka oo hasle waa idigu waajib taariikhda raggii igi habboona waa ka warramay laakiin waxaa halkan ka caddaatay geeridii lixleh inaanay sabab u noqon in halganka sii socdo waxaana fura u ahaa inay sii socoto ereygii uu yidhi guddoomiye esanan axmed maxamed maxamuud axmed silaayo ee ahaa esanan waa wada lixleh taasi dhabay noqoto raggii halkan soo fuulayey ee mujaahidiinta ahaa marka laga reebo axmed mire waa isleeyay waxoogaa magacere gaaba ku yaray jirtaa dirqibay ku soo fuulayeen halkan socodkooda markaad eegto dirqiyaa lagsoo fuuleen marka raggaasi intaan ayaguna godka geliyey taariikh ha laga reebo taariikh ha laga reebo waxaan isleeyahay taariikhda esanan iyo raggaas soo halgamay iyo dadkii ay ka tageen cidda ugu habboon ee xasuusta qori lahay ee taariikhda qori lahay ee maantana daba qaban lahay waa xukuumadii kala dambeeyey ee ay ka hogaaminayeen mujaahidiinta mujaahid siilaani iyo mujaahid muuse ayaa isleeyay ukaaboo waa isleeyay haddii wixii hore idinka tageen bal maanta daba qabta oo taariikhdaana qora raggii halka soo fadhfadhiyada waxay mudan yihiin qaranku ha u gudo oo ha siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Imikana waxaan u yeedhayaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye maxamed cabdideere waxaan kaloo hayaa wagaysiis yar wasiirka dhirta iyo daaqaa shukri dandare waxay sheegtay inay 10,000 oo geed ku beerayso magaca lixle
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عاوة وهبين قالية وهبين تاريخ له وهبين أين حسينه وأين سهولمي بندق بوغا أستانتي هالقنكي جمهورية سومالي لان اللغو حرييي دل كان ماان تسلا وروح لبضان لأيك تشوغنو وحنقوها كان دونا أستانتي هالقنكا أنيقو هدان كوار ربا مجاي لحلة وحن كم بدها سمين سو تاقين هالكن مركي دويتو رقي تالكا كوشي ري سدحية سديتا كي مالو تجبين هاي وحن كم بدها رقي أن نسيب كوه لينين وكسارو للي يرى لها مركا دول إيا هبين كيو دل لبسنا ساي سبح دي وراعان أفر إيو لباتن للي يرى aya noqol ku wada jiray saddex baan ku kaahay hal oday baan ku jiray odaygaas wuxuu ahaa Ibrahim Hassan Dalab inta iyada kale dhalinyaraan oo ahayn waxaan xasuustaa waan imanka isu qiimeeyaa ciidankii jamhuuriyadda Soomaaliya intuu leeka oo aanan ku fakarayn inay ciidan afartan qof afartan iyo saddexa intay halka yimaadaan bal dhalinyarada waxaan oranayaa waxa ay taan North Korea ciidankay haysto ayuu dhulaha ciidankii siyaad baray beriga waxa uu qaadan waa ahaa laba dhacdo oo ino soo maray oo dhacdada jeelka lagu jabiyay oo ragii beriga jeelka ku jiraan kamid ahaa iyo dhacdadii miiska saraakiisha lagala baxay Ibrahimska waxaan xasuustaa maalintii jeelka lagala baxay odayaashii oo aadan ruus halka ay ka fadhiyo oo ku jiray isku miis baan lahaynaada ruus odayaashii lagala baxay waxaa laba oday la socon kari waayey oo hadraawi iyo xaruuri labada oday la oran jiray lagu soo noqday gaani oo dayaarad wata ayaa laba ciise ka bacdi noogu yimid jeelka dayaarada oo kabtara wata aroortan labadii nabadii tooganayaa labadii nin ka soo haray aroortan idin tooganayaa waxa uu soo waan la fadhiyay labadooda markaa wuxuu ugu jawaabay ilaah baa wakiila ina yar baa taa laba ilaah oo tan wax dilay subaxna sadac isaga ka bacdi buu ya ragii la saamaxay buu kamid ahaa oo la sii daayay ismaan kumaan u fakaray 700 iyo koow qof baan lahayn intii jeelka ku jirtay ninna kuma fakarin nabad bay xuduudda ku talaabayaan dhowr iyo afartan qof ciidanka cadaalad baanu garanaynaa imika laga sheekeynayay ciidankii soomaaliya intuu leekaa maalintaasaanu ogaanay inay guulaysatay esan maalintaanu yaqaysanay maalintaasay ahayd aad iyo aad baan idiin salaamayaa halka waa laga waramay lixle taariikhdiisii aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ina kale waxaan yeelayaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga saciid jule maxamed bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيلتي حفلتي وقبقبي كل دولة هاي حفلت غالي يبا يا هيد مناسبتنا إن سبولي مي عند بوغة صغرتي عند كنت عبتي بوغة عند لقى من غابسي عند صغر من غابسي حفلتا عند كسوغة يبغتي لما أنتي وإذي مهاتقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك سلامنا انت وحن كنت ريال munaasabadu waxay tahay buugga halkaa ku qoran bandhigiisa waa astaan qaran waa astaan halgan astaanina macnay leedahay halganna macnuu leeyahay halganku wuu weynaa astaantuna waa calaamad calaamadii lixley noqotay maxamed haashi diiriye lixle halgankiina wuu ballaadhnaa midhihiisina waa kanaynu daaqayno waxa kalifay oo dadku isweydiiyaa adduunyada siyaasadda ugu xumay waa markay xabad gaadho ee dagaal gaadho ee geeri iyo dhimasho aad ku haasato taana wixii keenay waynu isla garanaynaayo waxay ahayd carabtu waxay tidhaa ina alxadiida bilxadiidi yuflax xoog bayna qabsaday xoog ciidan buu ahaa
وين يسلفوا شكر ويني وحكى لي إنه يسكتف وشنو حديد كحديد وما ترى نرحبه ذي الموقف صدق وهالحبه وما ينجح حين يصير حال كلام ما يلهاي وحي النوم ما هذا قيلنا وانتي اللي ما تنا ودعاء لنا وان كان عديه وجوه الرئيسي اكو على رضيقتي إن غنية غنية نجف وشنا يساء ما حبه ذي حبه نجف وشنا يساء ما حديد حديد ترى وكم إذا ها موجود رئي محمد حاشي الديري اللحلة وكم إذا ها أيه نقول ما هذا قلنا رجع دي جودي هوري مسك هذا دي هوري وقت جودي هوري لحلة سلا تعرف دو شيء جيسو مو هين نن عيد أنا عسكر أو سركارة أو توب بران دجال وحلا هاسلا لقى ورثة يا مبوك وقرا يجي سينما موهبة ولا يدلي أيه لها وحنا الله جامن يد ضرورين نبى تقال كون كرنا يا أنتك ضرورين كرين واتوكو كاني إنه سنس كسم أيوه مال والبا دك كسم أيوه عبد الرحمن بدل ما كور هم أيه أكو ضرورين أيه مي يا مجعل يد بدبع ثام أول بدأ إلى هاي سيرة هاي وحال كات الله قط بن آدم كي مالن تود الشوق يا مالن تود ما نجى كتاب بيكو قرن تاعه جسني ما دخل لي ما ده إلا هذاي، إيه فلان لي ما دو، حمان ته إلا هذاي ذاك العلامة دي الإنسان لو والله وده ما نيا، مركاه واحد حمان تكوف فدنا، وادي جيل إحنا يا إنتي لما تكاهي، وتعب كي إنتي دخلك جلسي، يوسف عبد الجواب وكيم كان كشيء جيو، والله أصلاً هو كم ده قارب ويجي إذا ورهنا كحنا كذا كرتي، أنا ورث له ده ليه أنا، والله دي العتة نوعين. قولوا لهم كوكا عمل ايام تاريخ اللي قلت ريبا من يوسف عبد القوامي وان اسلام الى انت ودلت لكم السعودين مركا انا يا صاحب ضيبا انتي اللي متي يا انت دعوة عمتي انت يا الجمع يسيبا واغرى ان انت يا ذكرا انك انا انا لاغرى وحي تاي وان كل اللي بل لقى مرمين رقى اخرتك يا رقى يسكت شوكا هدي اللي يسمي يسامي وحي نقطي Gary, ia nolong Gary tu tanto. Ina nolong Gary tu tanto, ku nolat to. Wah tanto ina temat to. Wah tiada sebagai, elaidi anasu sinfan. Mautafi hayatim walakhiruna bi batni al-ard ya haya. Qar datu Allah wa qar nolasha ayat al nol intai. Ia qar ku nol. Habalah amaluh tuhsisa. Olehlah manta inu. أينو تعرف دي سكة ورمينة بوجار تكسم أي سنة إن دون العروت أي لينو لجنو وكم دي هاي وحن سكوا بعدين ما تعرف ده الله برا نيا هسر البيت هسر دبتوا أي صار نغلطها تعرف ده كوا صار نغلا ولي ما ينو كلا هاري وين ما سنة إنك يعني ما كان يسجل ولي ما ينو كلا هاري وحن هم ناين أيقون لهم سوى سنة يا وحن هم ناين كلين لهم سوى سنة إنه رغوي سنة سنة يا ولي اسم الدين هل كان كي مدامان هل كان كي مدامان عدة دهد أفرت هل كان كي مدامان إلا يلا إلا اعتراف أيوه وعيد عن شرين أنه هل كان وحان لا يهد وحان قرى يا إنتي لمتاي إنتي دعو عمتاي إنتي بشهي تيبا على أن كان مانتا إنه هرسنة إنه سدح لقيدة سدح لقيد مدواء عسان مدواء عدان مدواء دوب مدواء المعين يسوك فديا مشاهد لحلي يا إنتي لم يداهي على مدى عصر ديكا أيه كفديا هدان ديكا لهلنا نبتا دحل مهلن هدان ديكا لهلن برواقه ده كسر ريسا لمهلن وانا تم ما تاين كنا لونن مركا وحن الله نهي وار عياري انا نغنن يانا انو اللاوي كوي وحاد جيسي ايه تبعي إنتي دي متنين ودا ده الله إني راهن حريص يا مسيو وبد كودي سير مشاعر لا تري يا رب تاريخ ده إني أنا إنه إلا وين أضد كمان تهلكن شوغا أما أرجعش شوغا ما سمع لنا شوغا وحيو بدين ده أنا رجيم بهالكل كي ده أنا رجيم بوحيو رسول مراي إني إنه تايس كلنا ده كده كنا إني إنه كذا بحسنا نعسني ما ضمبي وسيدي لحن كي نقول على وإنه وحي نسير بيجنا لحن كي إنجليز وحلوسي إيجلان دجالان ما أنت إنه هالجنني هالجن كاسيوانو خسارة ما قلني وحال لا يا هاي هالكوا لبوتوا عجوات تيشان كنا قرية هاين
ولكن هناك صوت علي يقرانو هاي بها صوتية لكم الآن وزاردون ويران مكتوبكم بقاتل أتاني كبر من كوني شمغل من هتيلة قاتل والله كوني شمغل هم هادل لكن هناك تمارين من الأدب كان يسكرين بانه نفوق من نسينا كان نقول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أبو مهتسيهي وسبسيه سلوك نليرو وحلينا صار Global G36 نليرو أسوحي يبسيهي لما تلقوا قال بيو مهتسيهي وحن خصي السقينا فالكرة هذا البين الفجري وحن مكوية ليا هرطة سادو عبدي أمره سادة يدا ينود دوري سه هلك أي نوع بلال يسوع يو هلك أي نوع لس يسوع يدوم بريدي سادة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قاس وارد وبر السلام يا من الذي يجوا دماغي عند السلام يا السلام عليكم الله وبركاته وحالك نوع تمر دورا كبيان أو كوبان لكن معنى حمباسن وحالا يراجع بيا كبرلو ويا لا يا ويا لا يا ويا الله يا ويا لا يا ويا لا يا ويا كلامي أبغى Got it.
in ku filan waa laga hadlay raggii goobjooga ahaa ka hadlay raggii mudanka ahaa ka hadlay raggii halganka isku daad ahaayeen baa ka hadlay raggii hawsha wada waday baa ka hadlay waxyaalaha la yaab kalihi waxa weeye waxaynu ka hadlaynaa maxamed xaashim diiniye lixle wuxuu ahaa saraakiishii caanka ahayd ee ciidamadii soomaaliya xagga aqoonta iyo xagga aragtida iyo xagga cilmiga injineer buu ahaa nin aad u diyaarsan buu ahaa waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah markaynu leenahay lixle iskama imaan siinin marka la leeyahay astaantii halganku ahaa waxaad ku garanaysaan ninka darajadaa leh ciidamada lagu hayn kari waayey taliskii ka baqay ee haddana dee dalka gudihiisa ku jiray halgankii gudaha ka wadi halgankii waa la qorsheeyeyo ragna waxaa loo qorsheeyey inay baxaan gudaha halgankii ka waday xagga ciidamada laba nin baa mas-uul ka ahaa waa maxamed xaashim diini iyo axmed maxamed xalaac oo isaguna xamed jooga maxamed xaashim iyadoo halkaa laga raadinayo oo sidaa loo raadinayo hargeysa ku noola hargeysu ka tago gaashaamu noogu yimi aadan cumar daguro ayaan dhawaytarnintay allah yarxmo nin aad u qiimo badan ahaa oo reer hargeysa aadaa silay hargeysu gaashaamu nagaga soo noqda oo halkan u gud halkan uu ka tagayoo burcuu tegay haddana uu nagu soo noqday halkaa maxamed faroole meyr miyuu kacay halkaa ninkii fadhiyey macalimiintii la foola ahaa maxamed jaamac maxamed xayd ina jaamac faroole oo xidhiidhka halkan ka ahaa walaalkii cali baashan ka soo saaray gaashaamo ninaanu garanayn nibaan ayaa wada ninkii waxaan ku ihi lixle waa ninka halkaa taagan lixlena waxaan ku ihi ninkaasu baa dabagelaysa faarax xadhiglihii halkan ka hadlaayey iyo codkii uu cabdiraxmaan dhandhantirinaayey ayaanu u soo dirnay halkaasaa lagu hayay hawshaas markii uu fuliyey haddana mandheere markuu operationkii fuliyey raggii halkan joogay wuu soo diray nimankii halkan ka hadlaayey salaba nin baa ku dhaawacmay nimankii halkan ka hadlayay mid muuse nuur faandhu ahaa ka kalena jaamac kharash buu ahaa caawa inalama joogo diraysarkii looga yimina halkanuu maanta hargeysu inala joogaa telison buu ka shaqeeya caydiin labadaana waxay kaga yimaadeen meel halkaasuu haddana ka tegayo burcuu galay annuu markaanu qiimaynayna saraakiisheedu socono marmarka qaarkood lixle waxaanu ku qiimayn jirnay dhiiranaantiisa iyo geesinimadiisa axmaqnimo kayran caadiyo saadiye baa ku jirtay marka dambe waanu ka shakinay xidhiidh baanu lahayn code namekiisa khayraa loodhan jiray warqad baanu soo diray waxaan ku yidhi haddaad soo bixi weydo aniga imanaya cawil basbaasoo ninkii halkan joogay baa la saaray magaalada burxo ninkii yaqaano marka xagga hawdka loo baxo meel yaroo ku dhoobaa jirto la yidhaahda faraska boodka gaaliyo xadka ka yimi ayaa haddana gaadhigii la kulmay wuu joojiyey lixle gaadhi wuu garanayaa maxaan ku idhaahda ayay sanadii labii meela kala horreeyeen xarunta gaashaandhigay ka wada shaqayn jireen gaadhigii wuu qabsaday dabadeedda intii yaraydayda maxaan ku idhaahda reer somalilan taliskii la qabsaday bay xoogaa ku murmeen dalayawaatan qadii dhaqdhaqaaqu waatan oo yar bashbashleeyeen socda gulguli intuu magayo caayay waana runtiisoo lixda warki muu sheegay ninka loo sheegay muu garanayn inay uu sibay ninkii guriga uu la joogay ee faarax adiglaya ay u geeyeen maxamuud ismaaciil kiniin markii uu baxay buu ogaaday ninka guriga la sixan jiray inuu lixle yahay walaalkii abidabay jooga u qeylo darta wuxuu uhi waa lay tooganaya waa lay qabanaya ayaa fiisa ii soo dir ilaa dalku xoroobay dibba uma soo gelin horta waxyaalaha xaqiiqada dhabta ah markaa suuro geliyey inuu halganki sidan ku socdo horta sirtaa ka mid a
qoraalada yada iyo kaarka waxa noo hayay min injineer ayaan dhawayn dulbitay faamiligiisiba ayaa faylka iyaga oo dhan buuxaya cabdi hayme waa in istuudka burcu macalinka ahaa operationadii lix la qorsheynayay dareeskoodiina in istuudka burcu ku ahay ee dheerkii markuu yimi buu la tusay masalan halkan wuxuu la joogi jiray cabdiraxmaan ismaaciil samater semester isbuugshog jawaan ninka la yidhaahdo oo aroosa ayaa lixla guriga ku haya cabdiraxmaankii halka ka haya cabdiraxmaanna gurigu ku haya maxaad ismaaciil gurigu ku haya dadna waa laga qarinayo dadna way hayeen markaa runtii lixlan ninka noocaasa buu ahaa markii aan baxaynay markaa xulkayga halka joogay isagaa nabada saaray anigu markii aan baxayay wuxuu ii diyaariyey gaarigii mahdi ishalin la yidhaahdaa gaariga lahaa cabdiqayska halkan fadhiyey iyo maxaan ku raaqadaa khatre ismaan cali weyne oo libaaxa lagu naanayso oo gabar la yaab la ah oo meelihii lixdan uu ka wadi jiray xidhiidhka gudaha oo iminka nanna joogto barbarna noo timaada labadaas ay raacay allay badan ay kaga soo noqdeen lixdan markaa wuxuu hayay xidhiidhka noocaasa inuu gudaha ka wado markii dambe ay noqotay xaaladdu inay adkaato aanu gudaha joogi karinna waa marka maxaan ku dhahday dibadda loo soo saaray waxaa xaqiiqadaba ah sidii ibraahim degaweyna u sheegay axmed mina u sheegay maalintii uu geeriyooday yacniga waa la dareemay oo waxay leedahay sana maalinta la yidhaahdo maalinta shuhadada maalinta shuhadada sababta loo bixiyey waxay ahayd waa maalintii tirada ugu badneyd ee mujaahidiinta ah lix iyo labaatan soo dooreeyo ayaa nixla la dhintay intaay leegana dagaalkii dhabarkay ku dhimatay dabadeed waxaa la yidhi nin walba maalintiisina goonniha loogu xuso maalintaasina maalin ka wada dhaxaysa ha noqoto laakiin ciidankii faraha badnaa ee xoogga ahaa ee soo wadaarayna khasaare u badnaabay ku sameeyeen wiig dabadeed ama ilaa iyo toban casho ayaa ciidankii ibraahim degweyniyo ahmedmaraakishaeeligan uu gudaha galay dabadeedna waxa dhacday marxaladii ugu adkayd ee kala saartay marka la qiimeeyo halgankii s n m iyo taliskii maxamed siyaad barre marxaladii kala saartay ee kala hubisay cidda guushu ay ku dambaynayso ayaa maxaan ku dhahdaa in la sameeyey dowladaha reer galbeedka ah dowladaha carabta ah dadkii soomaaliya dabiinayay qiimeyntaasay maxaan ku dhahdaa ayay ku sameeyeen guusha aad iyo aad kow ballaaran baa la gaadhay waxayna noqotay lixile intaanu wiig aasnayn in dagaalkaa ballaadhan ee gudaha maxaan ku dhahdaa lagu qaado shakhsiyad aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa qadarkaa sidaa noqday qofna maalintiisa ma dhaafo laakiin waxaan doonayaa caawa intaan ku soo ururinaya waxa weeye mujtamaceenna faraha badan ee halkan fadhiya daayar bay ku gadayihin hablaha halkaa fadhiya iyo inamada daayartee halkaa fadhiya haddii caawa su-aal la weydiiyo la yidhaahdo xaaji cumar askar kumu aha cidima garan mayso xaaji xasan geelo kumu aha cidima garan mayso maykal maryamo kumu aha cidima garan mayso xisbiyadeenni s n l n u f u s b taariikh xalgabeedka aynu lahayn dhallinyaradeenna si garan mayso taasaa lumisay xorriyaddeennii 1960 maanta halkana arrinkii laga sheegay waxa weeye waxaa khasab ah qaran kasta iyo ummad kasta haddii aanay taariikh lahayn ma soconayno yurub waxaa jira qolo maxaan ku dhahday marka yurubta galbeed la joogana jibsi la yidhaahdo marka yurubta beriga la joogana siigan la yidhaahdo oo aan dal lahayn oo aan dalla loo diidinoo guuro oo iska socda oo dad aad u wanaagsan oo dhaadheer oo qurux badan weeye lagama maarmaan waxa aad dhallinyaradiinna halkan joogtaan in aad barataan taariikhdii dadkii idiin soo halgamay south africaanku abaarathaydkii 1915 meelahaa bilaabmay markii mustacmaradihii south africa ay ka horreeyeen kuwii afrikada inteeda kale dhallinyaradii daayartiinnan laalleekayd ee dhashay
حلقي نيلسون مانديلا نسوت دايي الله هذا بون فري جينيريشن ما الله هذا بون فري جينيريشن إما كبرد إن الواحد على ربينا ترادان أنا قبلي كل حلام مدارن أنا قبلي يا رشينا مدارن أنا قبلي كونور ما مدارن أنا قبلي عسكر ما مدارن هذا ما بيرا تاريخ ما نقول إنسان ليش عم كر إنسان مرجع واحد من بعدنا أجل يا شيخ الحكومة ترى وين كنت رأينا كل كلام كوزارة وحبارشة أنا والله قاعد ضيع طلبات أي مكان وقف النية وحوي إيش أنا مركي فكر كاي لطيف أدرك حروبي فكر كي اللي لي من أورها ذات كبير زمالنا تاني سنع عبابا إسكو كين دلعي تدور على الأرض كوا ضلما إنه معي وين وضع فنسنا نادر كوا إنه كوا تشرنا تعسي إنه ما تكوا ضفرنا تاسي سومالي لان ما تقوضا بسطحي تاسي نكو سمينينا او واب ترينينا حلقن كي حلقي دراويشتين عبدالله حسن حلقي محاكو رهداي SNL حلقي NUF شيخ بشير فارح عمر SNM هل قاسي نكو سوط بلابينا USB SNL هل قاسي نكو وضعينا وحينو لان اي مركا الهي هم حريستو شهدني حلقة كسو قائم قادتي شهيدي ألانا هاو رونادي انت ما ترون انت داوعنتي انت كنا فودي انت ما نوحي نولان هاي آليان الهاي هاو بركيون هتراوما مالين لحسايي لحدي أبريل اسنان ناساسي كوني سيال مخانيو لبي يسكوبي سديتكي ايا وحو هدف كيسي كتري نيك اسنم كنا فوبيا ومنا فنمدا وين الكفانتا وعند وضع بختيي اسلام تن انجلس كبقرد اوديا يجيبا فني اوديا اوه كم ده تقال كي لبادي الدو تقال كي لبادي الدو كرد ين تقال لن وحا ما لنت اللو تبال تقا يد موشي لبوكو لنقاقات لبو شميي شرمركي حلفي انجلسكا فرنسيسكا مريكانكا يهوشكا ايكو ليستين لما فنستو بقرطة لما فنستان الدولة بانجريسكا وحو لما فنستا بتاليا كين تقالك ورلقا لي ايو كاس ايو صامرا مركا وينو قيمينينا سراكيشين لما هكو فرندا كلمتا كقبح ايو حوي سيدان لو اما قروح برنادين سيدنا الله يسجمعنا عطانين حبله إن أنا وحنا حرجة أيدها بكل كلام حلي إسكبي ستين حديان لحلي يا رجل لنوعها أنا يدي شهيدين وأنا محقر هذا يهدين لمنين وحسوسنا إن قلب جيدين وحسوسنا إن أقامي أقدر أقدر يتم كبدي هاي كان عادي هذا رقم هذا قينا كان عكاشا معده أبو كان قري ومسؤولية داي نجوا دقالي مشاهدها سكارها أديان دارو كمان تقينا حبلو مركين دويتين ده كان حرق سوق براي وده كمان ما يوم بيا مودة سنة حرق ولا اللي عليه حي وحنا وحنا كنت لك ليسان وانك بقول كم قريه كون عراسي عراسي عربا مدن بوقري إنا قواتهم قردون بانو نخي حوضة إمالا عهنين أهلي 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 الدمسكا يعيد الكبميسكا يعيد الكيميجريشنكا انت انا وحنا قاعده يا صدر بقولوب يا سلام يا سلام يا سلام الله يرضى عليك الله يرضى عليك واهجه ان هرتو وحنا نقضي بوغي او غبدنا الى يبسدو
runtii waxaan malaynayaa Jamaal inuu qortay intaana waxaan kale oo idiin sheegayaa wuxuu caawa si toosa uga baxayay barnaamijkani telefishinka Saab TV iyo telefishinka qaranka labadaba si toosa ayaa looga daawanayay intaynaga maqani waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.